علاج التطير، ما هو علاج التطير؟ 如何消除性凶兆？ يتوكل على الله. 首先要妥靠安拉。 يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع دفع المضار. 要知道安拉是执掌一切的，无论福利和其他，都是安拉所掌握的。يدعو. 我们只向安拉做祈祷。يمضي لا يلتفت إلى هذه الأشياء. 我们做我们的事情，不要关注那些所谓凶兆的事情。لأن الآن أنت مثلا تريد تسافر إلى مدينة أخرى. 比如你要从一个地方旅行到另一个地方。رأيت كلب، سمعت صوت كلب مثلا، لا تبالي بهذه الأشياء. 如果你听到什么狗叫了，看到一些黑狗了什么的东西，不要对你有任何影响。لا ترجع عن السفر لهذه الأشياء. 不要认为因为这些事情来改变你的计划。كذلك ممكن أحيانا بعض الناس يريد يتزوج مثلا. 比如有些人想，比如他想要结婚。فماذا يصنع؟ 应该怎么办？ يأخذ وردة. 拿一个玫瑰花。ثم يقول أتزوج لا أتزوج أتزوج لا أتزوج أتزوج هكذا يصنع بعض الناس. 揪它的叶子，然后来通过揪叶子的方式来判断是否来。هذا من التطير، عمل الجاهلية هذا. 这个用这种方式来决定是不是结婚，这都是愚昧者的行为。نعم، بعض الناس يقول مثلا.هذا هنا أتزوج وهذا هنا لا أتزوج. 有些人这个类似于抽签的方式啊，这样我就结婚，那样我就不结婚。ثم يقول مثلا عندهم أشياء يقولها بعض الكلمات يقول مثلا حادي بادي كذا 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 هذا. نعم. 比如说一句话，最后一个词落在哪儿，我们就选择结婚或不结婚。用这种方式是不允许。أو يأخذ هذه القطعة من النقود. 比如拿一个钢镚啊。ويرميها هكذا. 把硬币投起来。يقول الذي فيها الكتابة يعني أمضي. 硬币有两面我确定某一面是我就去。والثانية التي فيها الصورة يعني لا أمضي. 如果是另一面，比如是有头像的那一面，我就不做那件事。هذا أيضا استقسام بالأزلام عمل جاهلية. 这都是属于愚昧者行为。بعض الناس.يأخذ المصحف القرآن. 有些人拿出来一本，比如一本书比如古兰经。ويفتح هكذا. 打开古兰经。إذا نظر في آية فيها رحمة يمشي يسافر يتزوج. 这一页的古兰经，它讲的是关于这个幸福的事情，那么他就去做事情。فتح هكذا آية فيها عذاب.如果他打开一页古兰经，看到一句爱写着这个惩罚的事情，他就 يرجع ولا يفعل， 他就马上停止自己。هذا تطير بالقرآن， 这就是通过古兰经的翻古兰经的方式来这个来寻求凶兆和吉兆。ما علاقة الورد أو هذه الأشياء أو النقود أو فتح المصحف？这些行为，用碰巧的行为的这些方式，用这个撕玫瑰的叶儿，或者打开古兰经，凑巧哪一页等等，扔钢币，扔这个硬币的方式，这些都是不允许的。نعتمد على الله. 我们只依靠了。لا نفعل هذه الأشياء. 我们不做那些事情。